وطرقناش اللبيبان وحقنا كعلبان 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 وفينكم يا المسؤولين علاش ما حسبتي وفينكم يا المسؤولين علاش ما حسبتي وفينكم يا المسؤولين علاش ما حسبتي أسعد الله وقتكم متابعين ومتابعة قناة شفت في. مرحبا بكم اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. اليوم احنا كنتواجهوا بالضبط بالرامي بأمام أحد شركات لهاد العمال اللي في حالة يرت لها 22 يوم ديال الإضراب 22 يوم ديال الوقفات ولا حد ولا مسؤول شاف فيهم بعين الرحمة وشوف شنو من حالهم. اليوم كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل وقفة أخرى لهاد العمال اللي هما تقريبا 14 شخص ياك جماعة تقريبا 14 شخص اللي واقفين في هذه الحرارة وفي هذه الشموشات كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل اللي مخلين ولادهم كيف ما قالوا لي خبزنا على الله ما كاين حتى اللي يعطينا حتى شي حاجة وهذه الشركة ما بغات تدير معنا حل. غنسمعوا هذا من هذا العمال شنو غيقولوا لنا. السلام عليكم ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر ومرحبا مرة أخرى بكل المتابعين الأفاضل متابعين قناة شفت في قناة شاب. كنتمنى أنكم تبارطاجوا فضلا ويسعما لأنها كتستحق انها تبارطاجا. مرحبا بك. السلام عليكم. إذا كنشكروا قناة شفت في اللي كتجي توصل الصوت ديالنا بجدية ويا حنا هذه 22 يوم حنا صامدين فهمتي كنشوفوا الناس السلطة اللي معنية بالأمر ما كاينش السلطة ما دخلتش لا كاين السلطة لا والو. الناس المسؤولين ديال المقاولة لا شي واحد اللي مسؤول فيهم اللي يخرج هذاك الشكل المعايير المبرر ما كاينش. الجهه اللي معنيه بالامر ما كاينش شي سؤال شي جواب فهمتي.
هذا يعني حنا 14 واحد اللي صامده هنايا. واخا بغيت نزود الله يخليك، شنو واقع بالضبط على شنو وقع باش حتى المتابعين واللي باش نذكروا، لان حنا جينا عندكم تقريبا هذه واحد 12 يوم او 12 يوم 12 يوم 12 يوم 12 يوم جينا عندكم، 12 يوم جينا عندكم، بمعنى اليوم هذه 10 ايام باش نجينا 22 و 10 ايام باش نجينا. داكور، شنو واقع؟ بغينا نفهموا شنو واقع لكم في هذه الشركه بدون ذكر اسم الشركه طبعا. خويا اللي واقع هو الاجور ديالنا كتعطل ثلاث شهور اربع شهور، ديبلاسمون ديالنا ما كيعطيوهاش لينا، شي وثائق اللي هي قانونيه ما كيبغيوش يعطوها لك، فهمتي؟ كيتجاهلوا هما، كيتجاهلوا هما هادشي ديال المساله القانون، تيقول لك سميتو الاقدميات ما كتاخذهاش، انا ترونسبور ما كيعطيوهاش لك، فهمتي؟ بزاف الحوايج السوايع الاضافيين ما كنتعوضوش فيهم، كتخدم حتى لاخر وقت ما كاينش سميتو، وبالنسبه لسميتو والديكلاراسيون حتى في لاسينيس كاين سميتو، وحتى في الاجر ديالك ولا كينقص لك منه، فهمتي؟ فهمتيني دابا حنا كنطالبوا من الجهات المعنيه بالامر، كنطالبوا من اعلى سلطه في البلاد، فهمتيني؟ يعني هاد الناس هو كواك الحق، هاد الناس ودماو سميتو الله الوطن الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. نعم، اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل كيف ما كتشاهدوا معنا، هادو هما ديال احد الشركات، اذا غنشوفوا مع الشخص الثاني. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، شو وقعت؟ خويا بالنسبه للاحداث هذه راه ما جاتش وليدات صدفه اليوم، هذا الشيء راه تنعيشوه من 2017 كما ذكر الاخ الصديق ديالي، هذا الشيء هذه الاوضاع كلها تنعيشوها من 2017، ومع العلم اننا كانوا تيوعدونا كانت وعود وكما تنقولوا وعود كاذبه، ومع ذلك العمال صبروا وبقاو مكملين في الشركه، ولكن لحد الان لحد الساعه كما تنقولوا السيل وصل الزوبه، لان الامور تطورت بزاف بزاف بزاف، الدراري اخوان كاملين لا اللي معتصمين لا اللي باقي مستمرين في العمل تيعيشوا نفس الظروف، فهمتي؟ الناس كلها تتعيش نفس الظروف، ولكن هذا الشيء هذا ما جاش من مول كما قلت لك خويا لما وليت صدفه اليوم ولا البارح، هذا الشيء بزاف ما تولد عليه انشاء هذا المكتب النقابي، المكتب النقابي ما جاش غير هكاك هباء منشوره، ولذلك خويا لحد الان حنا دابا داخلين في الاسبوع الرابع دابا بحوالي 22 يوم، لا اذن صاغيه خويا، لا حوار مع الشركه، الناس متجاهلين تماما بحال اللي حنا الناس ما كاينينش، لذلك تنطالبوا من السلطات المعنيه، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، وفي هذا الصيف هذا وفي هذا الحر ومالكري هذا الشيء هذا تنطلبوهم باش يدخلوا ويشوفوا من الحال ديال هاد العمال هادو، لان الامور غدا 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 تتدور، لذلك حنا راه صامدين ما تيهمناش الظروف كامله وما تيهمناش اي حاجه، الاخوان كلهم متعاهدين على انهم غادي يصمدوا الى اخر يوم فيهم، اذا ما تحققش المطالب ديالنا راه ما كاين حتى شي حاجه، بغينا مطالب تحقق بضمانات، ماشي ندخلوا هكاك بكلام هكاك شفوي، بغينا بضمانات، لان هاد الناس هادو المساله ديال الثقه تفقدات اخويا، ما كايناش الثقه تماما دابا، ما بقيناش نثقوا فيهم ولو 0.001%، لذلك تنطلبوا مره اخرى من السلطات الله يجازيهم بخير يدخلوا في هذه المساله هذه ويشوفوا لنا من الحق ديالنا، لان الناس مظلومين، هاد الناس راه ماشي جاو وقفوا هكاك، لان هاد الناس ماشي جاو وقفوا هكاك، هادي راه موده وحنا تنعانيو، لذلك الله يرحم بها الوالدين وصل الصوت ديالنا للمسؤولين، ولذلك تنطلبوا منهم يدخلوا، وهاد الاخوان راه تعاهدوا كاملين على انهم غادي يبقاو صامدين، وتنطلبوا من السلطات يدخلوا، لان حنا بلاد الحق والقانون. إذن دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، اذا كيف ما كتلاحظوا معنا غادي نتكلم مع احد المستثمرين من هذه الشركه اللي غيعطينا مجموعه التصريحات، مرحبا بك. السلام عليكم، شكرا شوف تيفي، حنا خويا هذه الشركه هذه خدمت معك مده 20 عام. 20 عام تخدم معاهم. ما كاين لا حقوق لا والو. مجموعة كيف ما جاتني المعلومة دابا الآن، فكاين اللي كاين 22 سنة، كاين اللي 15، كاين 10، كاين 24 سنة، كل واحد شحال المدة ضارب، دابا حنا دابا صامدين هنا دابا 22 يوم، ما جا حتى شي مسؤول جا طلع علينا ولا هضر معنا ولا شاف من حالنا، كاين الناس دابا اللي كاريين مدرسة والصيف هذا والإنسان الحرارة وما جاش اللي جا طلع علينا هنايا ولا شاف من حالنا، وشكرا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفضل، إذا دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتلاحظوا معنا. على الجيلة وحتى الجيلة، الحقوق اللي بغيناها على الجيلة. هذو مجموعة العمال اللي كاين اللي يخدم 13 سنة، كاين اللي يخدم 20 سنة، كاين اللي يخدم 22 سنة، 24 سنة، اليوم كيطلبوا من المسؤولين أنهم يتدخلوا العاجل، لأن عندهم كراهة، عندهم بزاف الحوايج.
اليوم كيقول الله يجزيكم بخير لما تشوفوا معنا راه حنا عيينا راه تفهمنا. إذن متابعينا القناة كلكم دمتم في رعاية الله وحفظه، كنتمنى أنكم تبارتاجيو فضلا وليس أمرا، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله، كنتمنى أنكم تبارتاجيو فضلا وليس أمرا. والعمار في خطر، ودعوه ودعوه والعمار في خطر.